مستشعرا إحراج حكومته للولايات المتحدة ومغازلا إياها بعد سلسلة نقود للوعود والتفاهمات بشأن التهدئة. يلاطف الرئيس الحكومة الإسرائيلية المتشددة بنيامين نتنياهو واشنطن أملا في دعوته في دعوة طال انتظارها إلى البيت الأبيض في الوقت الذي يكشف فيه عن عودته عن جزء من التعديلات القضائية التي أثارت الشارع الإسرائيلي ل25 أسبوعا. نتنياهو كذلك يطلق جملة من التحذيرات بشأن بيع القبة الحديدية لأوكرانيا ويقترب أكثر من موسكو أملا في إحداث صدع في جدار تعاونها العسكري مع طهران. للمزيد رحب ضيوفي من واشنطن مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي، وينضم إلينا من الجليل فايز عباس المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بكما أستاذ فايز. سأبدأ معك مقابلة لول ستريت جورنال تطرق فيها بنيامين نتنياهو لجملة مواضيع، برأيك ما هو الأبرز واللافت أكثر في تصريحاته؟ يعني عملية قضية التعديلات القضائية والرسالة إلى الإدارة الأمريكية بأنه سيتخلى عن بعض من هذه التعديلات القضائية التي أثارت الجدل داخل إسرائيل. لو يعني نتنياهو تحدث، لم يتحدث إلى الإعلام العبري وإنما تحدث إلى الإعلام الأمريكي من أجل أن يوصل الرسالة لكي يحصل على الدعوة التي ينتظرها أكثر من 6 شهور لزيارة البيت الأبيض. لكن عمليا نتنياهو الآن هو في أزمة سياسية داخلية يعني غاية في الصعوبة. هناك تهديدات بإغلاق مطار اللد يوم الاثنين وإغلاق شوارع رئيسية، وأيضا هذه محاولة منه لربما لتهدئة الشارع في إسرائيل. لكن أنا على قناعة أن نتنياهو هذه الرسالة موجهة فقط للبيت الأبيض، لذلك هو يتحدث دائما مع الإعلام الأمريكي أكثر ولا يتحدث مع الإعلام العبري بالمرة في هذه المواضيع أو هذا الموضوع المهم بالنسبة لأغلبية سكان إسرائيل. لذلك نتنياهو الآن هو يعني لربما المحاولة الأخيرة قبل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى واشنطن، وطبعا يعني زيارة الرئيس الإسرائيلي وإلقائه خطابا في الكونغرس هذه ضربة صفحة مدوية لنتنياهو الذي اعتاد هو أن يسافر إلى هناك وإلقاء الكلمات والخطب، حتى أنه في مرحلة الرئيس أوباما هو تحدى أوباما على الرغم من طلب أوباما بعدم طلب من نتنياهو عدم المشاركة في هذا الاجتماع للكونغرس، إلا أنه نتنياهو ذهب إلى هناك وألقى كلمة. لكن هذه المرة من سيلقي هذه الكلمة ليس هو رئيس الدولة وإنما هيرتسوغ. نعم هيرتسوغ، وهذا يعني أن نتنياهو لن يحصل قريبا على الدعوة التي يعني يتمنى أن تصله قريبا. طيب أستاذ مهدي عفيفي، تعتقد أن العلاقات ربما ستجتاز الأوقات الصعبة التي تمر بها بانتظار أن يكشف نتنياهو أي تغييرات سيدخلها أو يحدثها على موضوع التعديلات القضائية؟ وليس هذا بالأمر الوحيد على ما أعتقد، ولك أن تفيدنا في هذا الإطار كي تتحسن تلك العلاقة وبالتالي تلك الدعوة التي طال انتظارها من جو بايدن الرئيس الأمريكي لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض قد تتحقق قريبا. هيا إليك أخي العزيز، وكل عام وأنتم بخير. ألف خير يا رب. في الحقيقة هناك تعمد من الإدارة الأمريكية إلى يعني إقصاء نتنياهو من الحضور إلى البيت الأبيض، لأن ذلك يعتبر دعم مباشر لسياسات نتنياهو سواء كانت من السياسات الداخلية والخارجية. كما ذكرتم ما يحدث داخل إسرائيل
هناك رفض داخل الولايات المتحدة الأمريكية من السياسيين الأمريكيين وأيضا من اليهود الأمريكيين لهذه الحكومة المتشددة. فلذلك رأت الإدارة الأمريكية ورأى البيت الأبيض ألا يكون هناك دعوة مباشرة لنتنياهو لأنها تمثل دعم له، بالإضافة موقف نتنياهو من الحرب في أوكرانيا. نرى أن نتنياهو اختار أن يكون على الحياد في هذه الحرب، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية توقعت من جميع حلفائها أن يكون هناك دعم. إسرائيل قدمت دعم مادي فقط لأوكرانيا، ولكنها لم تقدم أي من الدعم العسكري الذي طلب منها. إضافة إلى ذلك، إسرائيل لا زالت لم تطبق أي من العقوبات التي طبقتها كل الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على بعض رجال الأعمال الروس والأموال التي تستثمرها روسيا في إسرائيل، مما أدى إلى نوع من عدم الرضا عن سياسات نتنياهو الداخلية والخارجية. نعم، لكن هنا أستاذ فايز، في هذا الإطار، هل يستطيع نتنياهو تعديل سياساته لتتناسب مع مصالح والقيم الأمريكية؟ قلت أن هناك محاولة أخيرة، ثم ماذا بشأن باقي الأحزاب الصهيونية المتطرفة؟ هل يمكن لها أن توافق نتنياهو بإحداث تعديلات جذرية على تلك التغييرات القضائية؟ لأن كان هناك اتفاق في قبل دخولهم إلى هذه الحكومة، الائتلاف الحكومي ينص على هذه التعديلات القضائية أو الانقلاب على القضاء في إسرائيل من قبل خاصة الأحزاب الدينية الحريديم، وخاصة يعني بكل ما يتعلق بمنع تدخل المحكمة العليا في القوانين وقرارات الحكومة. والسبب هو عدم تدخل المحكمة بإرغام طلاب المعاهد الدينية بأن يتجندوا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر يعني لا تنازل عنه من قبل هذه الأحزاب. وأيضا حزب شاس برئاسة أريه درعي هو أيضا من المتدينين الحريديم، لكنه من الشرقيين، الذي يريد العودة إلى الحكومة، لأن المحكمة العليا كانت قد منعته من ذلك بعد أن عين، لكنها ألغت هذا التعيين لأنه أدين مؤخرا بقضايا جنائية. يعني هو لن يتنازل عن عودته إلى الحكومة، ولكن في هذه المرحلة ودون إقرار هذه القوانين لا يمكن أن يعود أري درعي، ولا يمكن أن طبعا يحصل طلاب المعاهد الدينية على تسريحهم من الخدمة في الجيش. لذلك يعني نتنياهو هو لربما يستطيع تأجيل هذه القوانين، لكنه لا يستطيع إلغائها حسب الاتفاق مع هذه الأحزاب. وأيضا الأحزاب مثل الصهيونية الدينية لا تريد للمحكمة العليا التدخل أيضا في قضايا تتعلق بالضفة الغربية المحتلة، مع أن هذه المحكمة لم تنصف الشعب الفلسطيني في قراراتها، لكن كانت هناك بعض القرارات التي منعت مصادرة أراضي خاصة فلسطينية لإقامة البؤر الاستيطانية، لكنها كانت قليلة جدا. لهم يريدون أيضا منعها بالتدخل في هذه الأمور. لذلك أنا أعتقد أن وضع نتنياهو ليس سهلا عليه، إن كان على المستوى الشارع الإسرائيلي الذي لا يريد هذا الانقلاب على القضاء، والأحزاب المشاركة في هذا الائتلاف الحكومي التي لن تسمح بإلغاء هذه القوانين التي لربما ستقر خلال الشهر القادم. هذا يعني أن نتنياهو سيواجه مشكلة داخل الائتلاف الحكومي، ويواجه أيضا المظاهرات والاحتجاجات في الشارع
في الإسرائيلي. طيب هنا أستاذ مهدي، ستسمح برأيك واشنطن لتل أبيب أن يكون هناك نوع من التقارب تحسين العلاقة مع روسا لإبعادها أو لتحجيم التعاون العسكري ما بين موسكو وطهران، أو أن يذهب بنيامين نتنياهو بدلا من أن تكون زيارته وجهته إلى واشنطن إلى بكين؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تسمح بالتقارب الإسرائيلي الروسي في هذه المرحلة بالذات. يعني المجتمع الدولي رأى أنه لابد من الضغط على روسيا بكل الطرق. تحاول إسرائيل تبرير ذلك بأنها تتعاون مع روسيا لصد أي هجمات مدعومة من إيران، سواء كانت في سوريا أو العراق. أعتقد أن تقارب إسرائيل مع بكين بدأ بالفعل، وهناك يعني تقاربات، لكن لا يمكن أن يصل إلى مدى التعاون بين إسرائيل وروسيا والعلاقات الروسية، لأن هناك لابد أن لا ننسى هناك كثير من اليهود الروس الذين هم في إسرائيل، وهناك دعم كبير من هؤلاء إلى حكومة نتنياهو، وفي نفس الوقت هناك تعاون بين إسرائيل وروسيا. أي تعاون بين إسرائيل وبكين سيكون على المستوى الاقتصادي في هذه المرحلة، وأعتقد أنه لن يتطور بالشكل الذي تطورت به العلاقة مع روسيا. نعم، ربما هي سلسلة من المواضيع التي تحدث بها بنيامين نتنياهو في خلال هذه المقابلة مع وول ستريت جورنال. لم يكن واضحا كذلك موضوع حل الدولتين الذي ذهب في تصريح له قبل أيام بأنه يجب العمل على محو هذا الحل. تعتقد أن هذه أيضا من القضايا الشائكة الصعبة التي تجعل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تمر كذلك في مرحلة توتر، على ضوء أيضا التطورات التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ بالطبع نتنياهو وضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج مع الحلفاء العرب، لأن كما رأينا أحد تعهدات رئيس بايدن هو الاستمرار في دعم حل الدولتين. عندما يأتي نتنياهو بعد كل هذا ويحاول محو هذا الحل، فإن ذلك يؤثر بشكل سلبي على العلاقة. وكما ذكرتم في الأول وكما قلنا أن محاور ابتعاد الإدارة الأمريكية من التقارب من إسرائيل الآن ومن نتنياهو هو بعض الملفات، واعتقد ملف حل الدولتين على رأسها، لأن ذلك يسبب في حرج شديد للإدارة الأمريكية، سواء في العرب والمسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في العرب في الدول العربية. نعم، طيب هنا أستاذ فايز، إذا كان هذا الملف لا يريد أن يفتحه بنيامين نتنياهو مع الإدارة الأمريكية، برأيك ما هي الملفات الأخرى التي لا يرغب نتنياهو التعاون فيها مع واشنطن؟ العملية أيضا واشنطن لا تريد فتح هذا الملف، وكل ما يقال عن حل الدولتين هي مجرد شعارات كاذبة. الولايات المتحدة بإمكانها إدارة بايدن أن تبدأ في فعلا بالحل والضغط على إسرائيل، لكننا لم نرى هذه الإدارة بأنها اتخذت أي موقف ضد إسرائيل في هذا الموضوع. الإدارة الأمريكية الآن هي بأزمة مع نتنياهو وحكومة نتنياهو وليس مع دولة إسرائيل. ما زالت الولايات المتحدة بإدارة بايدن تدعم إسرائيل بكل قوتها، إن كانت العسكرية والدبلوماسية والسياسية، لكن الأزمة هي مع نتنياهو. عمليا إدارة بايدن الذي وعد بفتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن لم يفعل ذلك، هو وعد بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، لكنه أيضا لم يفعل ذلك لأن إسرائيل تعارض ذلك. هو تحدث عن وقف الاستيطان أو طالب بتجميد الاستيطان، لكن بالأمس أعلن نتنياهو عن بناء 5600 وحدة استيطانية جديدة. هم اتخذوا موقف واحد يمكن الإشارة إليه، هو
منع التعاون الأكاديمي التكنولوجي مع المؤسسات التعليمية داخل الأراضي التي احتلت عام 67، أي الضفة والقدس الشرقية والجولان. هذا كان قد أقره الرئيس ترامب السابق، والإدارة الحالية فقط قبل أسبوع قررت وقف هذا التعاون. لكن هذا إذا لو كانت إدارة بايدن فعلا تريد حل الدولتين لكانت قد ضغطت، وهي تستطيع الضغط على حكومة إسرائيل إن كان عسكريا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا وسياسيا. لكن الإدارة الأمريكية برأيي الشخصي هي مجرد شعارات كاذبة، حل الدولتين شعار كاذب من هذه الإدارة التي لا تفعل شيئا في هذا الاتجاه. وعلى العكس تماما، أنا أعتقد أنه حتى لو بدأت مفاوضات لنفترض لكانت إدارة بايدن قد أحبطت هذه المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل. الولايات المتحدة على مدار التاريخ تدعم هذا الكيان الإسرائيلي ولا تدعم الشعب الفلسطيني. حتى المساعدات للأونروا كانت قطعتها الولايات المتحدة ولم تعيدها ولم تفعل أي شيء إيجابي حتى هذه اللحظة اتجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني ليل نهار من الإرهابيين اليهود في الضفة الغربية. أشكرك من الجليل فايز عباس المختص في الشأن الإسرائيلي وضيفي من واشنطن مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي، شكرا جزيلا لكما.